ظاهرة التسول هي من الظواهر الخطيرة اجتماعية تبعا لتداعيات التفاوت الاجتماعي المعروف في المجتمعات العربية ككل وليس المجتمع المغربي فقط فحسب. هذه الظاهرة ممكن أن تحارب. بماذا تحارب؟ سننشئ ممكن ننشئ مرافق اجتماعية مدنية كي ننعش هذه الطبقة التي تعتبر طبقة هامشية والتي تعتبر في الشارع كي يكون المجتمع لدينا مجتمعا نقيا وواعيا ومثقفا وحضاريا كما يبدو للعالم. فنحن المجتمع المغربي مجتمع راقي الحمد لله والشكر لله تبع للسياسة الرشيدة ديال جلالة الملك. بالنسبة للدائرة ديال التسول عند المغاربة كتنقسم لشقين، كاين شق اللي خداها كحرفة وفي نفس الوقت ملي خداها كحرفة تطور في النصب والاحتيال في العقلية ديال النصب والاحتيال، وكاين الفئة الأخرى اللي محتاجة، وكنظن بأن الفئة اللي محتاجة ما كتخرجش تطلب، عارفينها الناس كيمشيو عندها كيقربوا ليها لأن هذاك مسكين كيحشم على عرضه. كنقول أن هاد الظاهرة هادي بدات كتبان بزاف، شحال هادي ما كناش كنعانيو من هاد الظاهرة هادي، كيبان لك الناس في الزنقة كيكون عندهم مثلا الحالة ديالهم ما كتبانش أنهم محتاجين وهما كيخرجوا نشايع وكيمارسوا هاد الظاهرة هادي. وكنشوفوا هادشي حتى في التلفزيون، كنشوفوا ان بعض المرات كيحط لك مثلا شي واحد تم القبض عن مثلا واحد السيده انها عندها واحد السياره فاخره وهذا وهي كتمارس هذا التسول هذا، وكاين بزاف ديال الامثله اذا جينا نشوفوا كاينين بزاف ديال الامثله بحال هذا الشكل هذا. ظاهره التسول يعني لاصطلحنا عليها بظاهره عندها ابعاد كثيره على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي والثقافي. وبالتالي الا بغينا كيف ما قلت في البدايه نصطلحوا عليها ظاهره هي ظاهره مركبه كبدايه. من جهه اخرى لا يمكن للانسان ان يقف يعني موقف مؤيد او معارض بخصوص هذه الظاهره، ولكن يلزم على الجهات الفاعله والمؤسسات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين الحقوقيين المدنيين وما الى ذلك انهم يبحثوا الحل ناجع وفاعل لهذه الظاهره. وطبيعة الحال ان هذه الظاهره هذه كنوجدوها في جميع الدول، سواء الدول اللي كتعرف الاقتصاد ديالها ازدهار ونمو وما الى ذلك، والدول اللي طبعا في المتوسط او في المستوى المتدني.